غضبك، اللهم اعصم مسمعي عن الغناء، اللهم احفظ فرجي، اللهم الذنب اللي أنت فيه تدعو ليل نهار. الرابع آية أبكت الشيطان، هذا يكفي أنك تدعو أنك تعترف وتدعو بس؟ يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. الرابع الثالثة آية أبكت الشيطان، بيقولها لنا ها؟ آية أبكت الشيطان في سورة آل عمران في الصفحة 67، سورة أقصد آية لما نزلت أبكت الشيطان. لا هذه في الزمر آية، إذا أتعجب مني أنا والمقصرين أمثالي، إن إذا قرأناها لا نسجد لله شكرا فقد أبكت الشيطان، لأنه يعلم الشيطان أني لو اتبعتها أنا وإياكم ما بقي معها في النار أحد من أمة محمد. ها؟ نعم، رفع الله قدرك، يسر الله أمرك، جعل القرآن شفيعا لك وساقك إلى الفردوس الأعلى، وأعطاك منه ما فيه خير لك، وجعله في صدرك، وجعله حجة لك لا عليك، ونفع به أولادك، وجعلك مباركا أنت وذريتك ومن سمع ومن قال ومن أمن ومن لم يؤمن. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه من فسرها؟ أتدرون من فسرها؟ من فسرها؟ نبي الرحمة نبي التوبة. وإذا فسر نبي الرحمة نبي التوبة آية بعدها إيش؟ بعد ندور تفسير ولا لا يا شيخنا؟ خلاص ما بعد تفسير. فسرها بحديث عظيم روى الإمام أحمد رحمه الله في حديث أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله فيهما إلا غفر له ثم تلا صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن أي ذنب من اللي حددته سويته تتوضأ وتصلي ركعتين. واحد من الإخوة كان في القنفذة يدخن 40 سيجارة، جاني قال: يا دكتور أبغى توب. قلت: معزم؟ قال: جاي ألعب معك أنا. معزم بتوب، ذبحني الدخان 50 سنة. قلت له: بعد كل سيجارة تتوضأ وصلي ركعتين. قال: أنت مهبول يا دكتور. قلت له: والله إن شاء الله أني عاقل، أنا خابر نفسي عاقل وإن شاء الله أني عاقل. قال: تبيني أصلي 80 ركعة؟ أنا أدخن 40 سيجارة في اليوم. قلت: بغيت أدخن 1000، أنا إيش علي منك؟ العلاج حقي العلاج اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، تتوضأ يا الحبيب وتصلي ركعتين بعد كل سيجارة. قال: عندك علم غير هذا؟ قلت: ما عندي. لا بعد وتعالى بقول لك شيء. قال: نعم. قلت: لا تدين الشيطان. قال: فيها دينة بعد؟ قلت: إيه، بيجيك الشيطان إذا شربت الدخان شربت السيجارة الأولى بيقول لك: لا تصلي ركعتين الحين، خلها مع اللي وراها، أنت أصلا تفطر وتبتأخذ لك واحدة ثانية، خلهم 4 مع بعض. ثم إذا صلي خدت سيجارتين قال: وش رأيك تخليهم 6؟ عشان إيش؟ أحسن 6 وراء بعض وتصليهم مع بعض. ثم إذا جيت تصلي 6 تقول: كثيرات، خل أبدأ بكرة من جديد. وتقعد 20 سنة
وأنت بتبدأ بكرة وما بديت بكرة ولن تبدأ بكرة. الحل أنك ما تدين الشيطان، كل سجارة بركعة بوبو وركعتين راح، من بكرة جاني. اشتنظر بطلع شيء. الحمد لله ما النساء ما ينظرون، فما حد جاني من بكرة. قلت له أنا عندي محاضرة، كان هو في مدينة اسمها القنفذة في جنوب المملكة، مدينة ساحلية. المهم قلت له تعالي بعد المحاضرة بكرة عندي في المكان الفلاني وقل لي وش اللي سويت إذا أنت سويت اللي قلت لك. قال طيب. جاني بعد المحاضرة يضحك، قلت ها؟ قال خمس يا دكتور ما غير. قلت شلون صار الخمس؟ قال ما أدري يا دكتور، إني أحط السجارة في فمي وبولع يجيني شيء يقول ترى وراك وضوء وراك صلاة، طفها 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 طفها، صلاة وضوء وضوء صلاة صلاة، وقعد أتذكر الوضوء والصلاة وتثاقلهم، ثم تشب الولاعة في يدي وأقول بلاشي من السجارة في خمس ما غيرهن. قلت من ذا اللي يقول لك صلاة صلاة يذكرك بالصلاة؟ قال ما أدري. قلت هذا الشيطان. قال الشيطان ينصحني وهو لاعب عليه 50 سنة. قلت الشيطان خائف من الركعتين تجلد فيهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي حديث آخر غفر له ما تقدم من ذنبه. الشيطان ما يبغاك يغفر لك ما تقدم من ذنبك عشان دخان، إلا يقول وقفوا الدخان، أنا اللي مخربة في الدخان، مو بلازم دخان بس مو بلازم يغفر لك كل شوي. فتعب من الركعتين، وكل سجدة يسجدها ابن آدم تحط خطاياه، ما طلع الشيطان خسران في هذه. فالشيطان يقول وقف الدخان عشان ما يروح للصلاة، والصلاة هي التي تعذبه. فلذا ذكروا الله، وأعظم الذكر الصلاة. والله إني طولت عليكم، أكمل لكم قصتين في هذا المجال. واحد من الإخوة، ايش اقول لكم اياه، حقه العين ولا حقه، طيب حقه العين نجيب. واحد من الاخوه رجل فاضل يصلي معنا في مكان ما، وراعي صلاه في الصف الاول، لكن عيونه تقول مساحات مساحات في مطر، واذا شاف حرمتين في شارعين ما يدري شو يسوي، يناظر الشارع ذا ولا الشارع ذا، يعني قد الشيطان فتنه فالنظر الى النساء. جيت قلت له وأنا بطبق كلام بشوف الكلام على الواقع شو بيصير، قلت له اسمع أنت رجالا تناظر وعندي لك علاج. قال لا ماني بناظر. قلت مو على كيفك، أنت تناظر والناس عارفين أنك تناظر، نبي نعطيك علاج. كل هو يشتغل في سوق نساء بعد، كل ما تناظر نظرة تتوضى وتصلي ركعتين. قال وين أتوضى فيه؟ قلت ضحك عليه، عندكم مخزن عندكم دورة مياه وعلى كرتون ذا حطها واسجد عليها أو على الأرض. المهم راح بعد 3 أسابيع قابلته، قلت ها شو سويت؟ قال يا دكتور أول أسبوع 15 تسليمة 30 ركعة صليت. قلت ثاني أسبوع؟ قال 11. قلت ثالث أسبوع؟ قال 8 تسليمات. قلت طيب اشتغل على الشيطان. قابلته بعد 4 أسابيع قلت ها؟ قال يا دكتور 0. قلت ليش؟ قال يا أخي كل ما أرفع رأسي كذا أتذكر الوضوء والصلاة شيء يقول لي نزل نظرك، نزل نزل لا تناظر. أنقلكم نقلة أخرى بمرض آخر. أنا ليش سميته مرض؟ لأنه مرض قلب. قابلت لي واحد عند بيته قريبا من بيت أمي رحمها الله وأمهاتكم، ومن كان من أمهاته حية أسأل الله يعينه على برها ويعينه على تقبيل رجلها هذه الليلة، ومن أمه ليست عنده سواء بسفر أو بموت أسأل الله أن يعينه ويتولاه، فهو قد خسر شيئا عظيما. المهم رحمها الله، كنت صليت المغرب والعشاء، يا مغرب يا عشاء، المهم ليل، خرج من باب المسجد لا أظنه مغرب لأني خرجت من المسجد رحت لها،
لقيت واحد شاب عمره 19-18، اي شاب يقول لك يا دكتورة على جنب اعرف عنده خنبقة، ما في امور ما هي مضبوطة عنده، وكلها من السرة وفيها. قال يا دكتور ممكن كلمة على جنب؟ قلت تفضل. قال انا لي شهرين ما سبحت. قلت اعوذ بالله، شوني مني بشم، كان انصرعت وانا ابوك. قلت ليش ما سبحت شهرين؟ قال كل ما اجي اسبح اسوي العادة السرية، وانا ما ودي اموت واخاف اموت وانا اسويها، فلذا قلت ما في سباحة. قلت الى متى بتقعد ما تسبح؟ قال لي لا ما اتزوج. قلت هذا صعب وانا ابوك، تبي تخيس، بيطلع منك ديدان وبيطلع منك ده. عندي لك علاج غير هذا كله. قال وش علمني اياه؟ يقطع العادة السرية؟ قلت يقطع ابوها بامر الله، ما لك دعوة، بس تسويه. قال شو اسوي؟ اسويه. قلت كل ما تسوي العادة السرية توض وصل ركعتين. قال طيب راح. بعد شهرين او اكثر قابلته، قلت له ايش سويته؟ شكلك نظيف، ايش سويته؟ ولا مني بشم انا الحمد لله، مني الشيء اللي خايس مني بشمه، شم الطيب بس، هذا من فضل الله علي، لكن احيانا ممكن احترق وانا ما ادري. المهم قلت ايش سويت؟ قال انت ايش قلت لي؟ قلت افا رجعنا، وش قلت لك؟ انا اشوفك نظيف، قلت سويت لي. قال لا 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 انت ايش قلت لي؟ قلت لك اذا سويت العاده السريه رح توض وصل ركعتين. قال انت قلت لي اذا سويت العاده السريه رح توض وصل ركعتين. قلت طيب. قال انا اذا فكرت في العاده السريه رحت توضيت وصليت ركعتين. قلت طيب والنتيجه؟ قال والله يا دكتور ما ادري انا الان حرمه ولا رجال، ضاعت اموري. قلت زين، خلك على هذا التردد إلى أن تروح تزوج، إذا زين بتقلب إن شاء الله. هاتين الركعتين أنا الشيطان يقول لي وقف، وأنتم تقولوا لي استمر. طيب آخر قصة في هذا المجال ونختم. إحنا قلنا الآن أربعة، إحنا أخذنا ثلاثة من أربعة، بقينا واحد، لكن أعطيكم قصة عجيبة. وما هي عجيبة ليش؟ عجيبة علي أنا، لأني أحيانا نحن يا أخوان نتعجب من قدرة الله، وإن كنا نتعبد بهذه التعجب أحيانا، لكن أحيانا لا يجينا شك، وهذه كارثة يذي من الشيطان. فلذا أنا في برنامج ستسمعون لي اسمه حياتي قاعدة تتردد في أني ألقيه، لكن قلت أقول القصص ولا ما أقولها، في كمية من القصص لم أقولها، والسبب أني خفت أن الناس لا يصدقونني، لكن جاني الآن إحساس أو من شهرين أو ثلاثة أني سأقول جميع ما رأيت، وأن تصدق أو لا تصدق هذه مشكلتك، أنا علي أني أقول اللي شفته ومتأكد منه أبقوله، صدقته ما صدقته هذا أمر راجع لكم، وكل واحد يقدر على كيفه. فلذا أشياء كثيرة ستسمعونها في هذا البرنامج سميته حياتي، يعني ما بعد حددت أين بيروح، لكن احتمال يكون في قناة من القنوات. المهم هذا الرجل مدمن ل 28 سنة على هروين، والهروين كما تعلمون أو كما تسمعون أن الفكة منه لا يمكن أن تكون إلا بتوبة صادقة نصوح، انطراح على الله تام. المهم كم مرة كلمت هذا، مرة من المرات قلت له ما في إلا هالركعتين، فعلا طبق الركعتين وشفاه الله وهداه من هاتين. من يقول لي هو، وهذه مهب قضية، القصة ما بعد جت، الآن تاب، تاب الله عليه وتاب. يقول لي بعد ما كان بعد الحديث هذا بسنتين أو ثلاث
يقول بعد ما تبت بسنة وأنا خارج من صلاة العشاء وإذا بإمام مسجد كان مروجا للهروين ومسكوه الشرطة وقبض عليه وحوكم وحفظ كتاب الله هناك وخذ نص المدة وخرج وله 3 سنين وهو إمام أو 2.5 سنين زي ما قال لي بالضبط 2.5 سنين وهو إمام. يقول مر علي ذاك اليوم وقال لي اركب. قلت اركب ليش؟ قال معي إبرة بطقها. تكفى ما أبيك تروح معي لبيتنا علشان ما تدخل علي أمي ولا زوجتي. أقول عندي رجال. قلت يا محل اتق الله، أنت لك الآن 5 سنين تايب، 2.5 سنين سجن و2.5 سنين إمام، واتق الله وذا. قال بس هي إبرة واحدة طقت راسي بيها وخلاص ولا يطق غيرها. يقول قاعد يكلمني كثير 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 وقال ترى أطقها في هنا، شفت الأرض هذيك أدقها فيها وإذا مسكوني الشرطة أنت المسؤول. يقول في الشيطان أغراني وقال لي حرام عليك تخليه روح معه. يقول رحت معه، يوم دخلت بيتهم وإذا به يعمل إبرتين. قلت ليش الإبرتين؟ قال لك واحدة لك واحدة لي. يقول أنا وش اللي جاني؟ جتني نفاضة. وش اللي ذكرت؟ وش اللي ذكرت؟ ذكر الله فذكره الله، ذكر الله فذكره الله. يقول على طول جت في بالي الركعتين، فقمت قلت فيه دورة مياه. قال لي شفت قدامك على اليمين، رح يقول روح واتوضأ واجي. يقول والله يا أبو محمد انقل عني والذي لا إله إلا هو، توي أبكبر بس أقول الله أكبر ما دريت إلا أسمع طق طق الإبرتين أناظرها ولا كسر الإبرتين. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رح 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 لا تصلي بس رح 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسلكت أنا وهو وأنقذنا الله سبحانه وتعالى بهاتين الركعتين. هذه أعظم قصة عندي في هذا المجال، وهو الآن داعية من دعاة المملكة ورجل يشار إليه بالبنان في هذا المجال. فيا أخوان الركعتين هذه عجيبات، لا يقول واحد أنا ما أقدر أترك شيء، ما في، ما قالها نبي الرحمة إلا أنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أي واحد عنده ذنب يتوضأ ويصلي ركعتين سينقشع، رجعت له توضأ صلي ركعتين. يقول لي أحد الكنديين المسلمين أنا لا أصل إلى الركعتين، أنا مجرد أني أتوضأ يروح، كان بطلت السجائر ما وصلت الركعتين اللي قلت عليهم، مجرد أني أتوضأ تروح الشهوة عندي. مجرد أنك تبي، كنت أول أقول للشباب اللي غير متزوجين إذا بتسوي العادة السرية توض قبل قصرك سواها، بس توض قبل ما يسويها، 70% منهم يقف. هنا أقول إذا واحد بيدخن يتوضى قبل 70%، فلذا في المطار الله أسأل الله يثبته، أسأل الله يثبته، أسأل الله يثبته، أسأل الله لي وله ولكم الثبات. قابلت رجل وأنا مسافر الإمارات من أحد أظن سعودي ومن المسلمين يدخن، المهم قلت له القضية كذا وكذا والدخان حرام، وإذا قال طيب شو سوي ودي أتوب. قلت ودك تتوب جاد؟ قال لي تسمع اللي أقول لك عليه؟ قلت مالك عليه. قلت أعطني بكتك في الأول، لأن ما بيك أنا تسمع وأنت بكتك معك. قال والله أنا أكرمك عنه. قلت لا تكرمني عنه بس هاته. قال لا أنا اللي بذبه، راح ذبه في الزبالة. قلت تعال إذا طقت رأسك تبي سيجارة توب، وإذا لا قدر الله شربت أصفر ركعتين. المهم رحنا اتفرقنا الطيارة ورجعنا. يوم نزلنا المطار في دبي ما دريت اللي يسأل وين الحمام. شوف المؤمن عجيب، لأن هذا انقلب على الله بقلبه. قال وين الحمام؟ أنا طبعا كثير تردد على دبي فأعرف وين الأماكن فيها. قلت شوف ذاك، لا إراديا من فرحتي به راح توضري. قلت ها؟ قال الشيطان طقني قال خذ لك واحدة قبل المطار، فتذكرت الوضوء رحت وضي. قلت والحين؟ قال والله طارت. فلا يمكن أن تبقى، وإذا بقت
ركعتين وتذهب. إذن يا أخوان لا عذر لي ولكم في قضية الذنب ما أقدر عليه. قال غيبة، أحد الأخوات قالت كلامك زين يا دكتور بس اللسان صعب أن يتركه، قلت لأنك ما كنت جادة، الله كثرت عليكم، ما كنت جادة، بطلي وأقصد إذا اغتبتي توضي وصلي ركعتين، فتوضأت فتركت. أحد الأخوات غناء، توضأت وصلت، قلت إذا سمعتي شريط أو اشتريتي شريط أو سمعتي في أي محطة توضأ يصلي ركعتين بعد ما تسمعي، فبطلت الغناء. آخر قصة بقولها لكم ثم بنقل للرابع واسمحوا لي في هذا، لأن محاضرة الغد محاضرة خاصة جدا، فأبغى أروضكم اليوم عشان بكرة يكون كلام آخر. أحد علماء المملكة، أحد طلبة العلم قال لي في جلسة خاصة أنا وياه، الشيطان استلمني 7 أيام أو 8 لا أصلي الفجر. طيب فحلفت بالله العظيم أنه لو اليوم 9 ضيع علي صلاة الفجر لا أصلي 100 ركعة بكرة في نفس اليوم. فضيع علي صلاة الفجر فصليت 100 ركعة، الآن يا دكتور لي 4 سنوات وي ما تركت صلاة الفجر قط. المهم هذه مي بالقصة، القصة أن واحد، وهذه قلتها في شريط لي قديم جدا، سمعها أحد الإخوة في الجبيل، شاب عمره 22 23 24، من سنة كنت أنا في الجبيل ألقي محاضرة، قال لي يا دكتور عندي القصة حصلت لي أنا، أني أنا سمعت شريطك فلان فلان اللي اسمه كذا وكذا، واللي ذكرت فيه قصة طالب العلم، وأنا الشيطان مسكني 2 أسبوع وأكثر شوي ضيع علي صلاة الفجر. قلت والله لو ذاك اليوم أنام، فحلفت بالله العظيم لو الشيطان ضيع عليها الصلاة لأصلي مثل طالب العلم اللي ذكره الجبير في شريطه 100 ركعة الصبح بكرة. تدري ايش صار يا دكتور؟ قلت لا. قال قبل الأذان بربع ساعة قمت، أبنام عجزت قمت، الآن لي 4.5 أشهر قبل الأذان بعشر بربع قايم. المذن يوم شافني كذا قال يا ولدي أنت جيد في الصلاة، هذه مفتاح، أنت أخرت إذن أنت. ليش؟ لأن الشيطان علم أنه عازم الرجال، قال لا أتركه. آخر قصة وغيرها ما عاد يبقى عليك. ها؟ خلاص نقفل؟ لا لا، واحدة ذي هذه حقتي أنا، أنا قاعد أعطيكم قصص من الناس، في واحدة علي أنا. أنا كنت في تبوك 1385 هجري، يعني 65 ميلادي، 1965 ميلادي، سنة 5 ابتدائي. المهم توي جاي تبوك، أول يوم أجي تبوك واحد ناداني بعد ما طلع المسجد، تعال تعال تعال. قلت نعم، صقني كف. قلت يمكن هذا سلام أهل تبوك، تركته. بكرة توي طالع أنا وبمشي في نفس المكان واقف لي، تعال 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 تعال. قلت نعم، صق كف ثاني. قلت يمكن 3 أيام تحية وامشي من بكرة، تعال 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 كف. قلت خلاص إن شاء الله الاثنين ما عاد شيء، السبت، الثلاثة، الأربعاء، الخميس كف. فصرت أدوره السبت اللي بعده لأنا بخلص، لأني إذا أعطاني كف يقعد حمر، أنا أبيض والكف يعلم فيني. فأمي بتسألني الله يرحمها من اللي ضاربك، ما في داعي أقول من اللي ضاربك، وخلاص أنا انضربت وبس. المهم السبت نفس الشيء، الاثنين نفس الشيء، الثلاثة نفس الشيء، الأربعاء نفس الشيء، خلصنا 2 أسبوع الحين، باقي الخميس، كنا ندرس ذيك الأيام الخميس. أذكرها إلى الآن يا شيخنا ولو أني أنا أطلت عليك، أذكر الساعة 11 الشمس في وجهي وهو وراء الشمس أعطيها ظهره، هو رفع يده بيضربني
أنا ما أدري كيف الله سبحانه وتعالى نفخ فيني وارفع يدي قبله واعطيه أنا كف. يوم ابترم كذا قال ايش فيك؟ قلت اس اس تبي واحد ثاني؟ قال لا 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 ليش اليوم انت كذا؟ قلت بس ولا كلمة امش مشها. قلت يا ذري الرجال قاعد يضربني اسبوعين وانا قاعد معطيه خدي وهي القضية لا هو قوي ولا هو بشيء، يا ذري الضعيف انا. وهذا هو الشيطان، الشيطان عزم عليه يهرب، عطرك وتوعده بس وانت صادق ما عاد يجيك. الرابعة والأخيرة وهو لا مهم قصة الرابعة، الأمر الرابع لا ما بعد كلامي مع شيخي، أنا وعدت قال خلص. الرابع الأمر الرابع والمهم أنه احنا وش قلنا؟ وصلاة تلو صلاة وصلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعليين. إذا أذن المغرب اسأل نفسك كتاب فعليين من العصر إلى المغرب، كتاب فعليين ولا كتابي ولا مخطئ مع المخطئين؟ إذا كان كتابك فعليين فاحمد الله واثني عليه واسأله الثبات. إذا أذن العشاء اسأل من المغرب إلى ذا، هالسؤالين كتابي فعليين أو مخطئ مع المخطئين؟ إذا كنت مخطئ مع المخطئين فتب، وإذا كنت كتابك فعليين فاحمد الله واطلب الثبات. إذا جيت تنام من أذان العشاء إلى أن نمت، هل كتابي فعليين أو مخطئ مع المخطئين؟ خمسة أيام، خمس مرات في اليوم أنت بين توبة وبين ثبوت. 1825 مرة تتوب في السنة، تكتب ماذا؟ توابة، اللي تواب يحبه رب العالمين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا أحبك رب العالمين كان بصرك الذي تبصر به وسمعك الذي تسمع به وبصرك ولسانك الذي تتكلم به ويدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي عليها، كنت ربانيا عظيما لا تتكلم إلا ستتوب اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة، المهم أن تكون توابا. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم يا أرحم الراحمين، هذه الأربع: نية في توبة ودعاء ووضوء وركعتين وتذكير عند كل أذان هل أنا مذنب أو غير مذنب، فإن كنت غير مذنب أحمد الله وإن كنت مذنب أتوب. اللهم يا ربي من هم بها من الحاضرين، اللهم من هم بها من الحاضرين، اللهم من هم بها من الحاضرين رجالا كنا أو نساء، اللهم من هم بها الآن 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 على أن تكون هي ديدنا وعلى أن يقيم نفسه وتكون عملا له بعد هذه الليلة. اللهم ربي فارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره واقضي دينه واصلح ولده، أعطه من الدنيا حتى يرضى وأعطه من الآخرة حتى ترضى عليه. اللهم يا ربي وأكرمني وهو وإياه وإياها برؤية للحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة برؤيا صدق يبشرني وإياه وإياها بالفردوس الأعلى ومن نحب من المسلمين ومن له فضل علينا من المسلمين. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت. من رفع يده الآن تائبا من الدخان، اللهم ربي فارفع قدره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. من يتوب من التدخين، من يفتح الباب فيفتح الله له أبواب رزقه ورحمته، ويكون من تاب في هذا المسجد سنة له يقتدي به. من يفتح الباب، اللهم يا ربي يا كريم، اللهم ارفع قدره يسر أمره اشرح صدره اعلي ذكره. اللهم يا ربي أن هؤلاء عبادك ما قاموا إلا لك، اللهم اعطهم من الدنيا حتى يرضوا واعطهم من الآخرة حتى ترضى عليهم. اللهم تولهم اللهم تولهم اللهم تولهم. بسم الله من يتوب معهم، نعم البيع بايعتم نعم البيع بايعتم، من يرضي الرحمن ويسخط الشيطان ويرمي الدخان. بسم الله اللهم اللهم يا ربي يا كريم. بسم الله اللهم توله يسر له أمره اشرح لهم صدرهم اللهم تولهم. بسم الله دعاء جماعي من هذا، لعل واحد منا
من الحاضرين لو أقسم على الله لأبره. أخواني من يرفع يده الآن رفعا جماعيا فندعو فيؤمن هؤلاء الأفاضل في بعد ساعتين أو ساعتين وشوي قاعدين لله لا يرجون إلا رضاه. لا تخسروا هذه الفرصة، والله إنها فرصة. من رفع يديه الآن تائبا من الدخان، ولو رجع إلى الدخان أو لو فكر في الدخان سيتوضأ ويصلي ركعتين. اللهم من رفع بسم الله بسم الله بسم الله، ها يا أخوان يرفع يدك بسم الله، نعم البيع بايعتم. اللهم من رفع يده الآن، اللهم من رفع يده الآن، اللهم من رفع يده الآن، اللهم تولهم. اللهم يا رب إن هؤلاء عبادك لا يريدون إلا رضاك، ما جاءوا إلا لك رجالا كانوا أو نساء. اللهم يا ربي أنت الذي تطلع على قلوبهم، اللهم فاعطهم ما يريدون وحقق لهم ما يريدون، واعطهم من الدنيا حتى ترضى عليهم، واعطهم من الآخرة حتى ترضيهم يا رب العالمين. اللهم تولهم في دينهم ودنياهم وعاقبة أمرهم. اللهم يا ربي كما عصمتهم من التدخين هذه الليلة، فاعصم أولادهم وأبناءهم وأبناء أبنائهم وذرياتهم إلى يوم القيامة من التدخين والشراب والخراب والزنا واللواط. اللهم اجعله مباركا، اللهم كما طهرت فيه من هذا التدخين العجيب، اللهم يا ربي أبدله بشراب خاتمه المسك يا رب العالمين. بسم الله. اللي ما رفع يده شيخنا وعمنا نبي خمسة يقول ونروح لبيوتنا، خمسة يا أخوان من اللي ما رفع يدهم، اللهم يا رب ارزقنا إياهم. خمسة، واحد 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 واحد، اثنين، ثلاثة، جاءنا أكثر من خمسة يا شيخ. اللهم يا ربي تولهم. في أحد مدخني من الأخوان؟ هذا واحد من الأخوان. أسأل الله يا ربي العظيم، يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، أرحم الراحمين، هؤلاء عبادك ما جاءوا إلا لك، وما رفعوا أيديهم إلا لك. ربي فانظر إليهم نظرة رضا لا يذنبوا بعدها أبدا. اللهم يا رب اطلع على قلوبهم، فانزع منها كل حظ للشيطان، ولا تجعل للشيطان عليهم مدخلا. اللهم تولهم في دينهم وتولهم في دنياهم، أعطهم من الدنيا حتى يرضوا، وأعطهم من الآخرة حتى ترضى عليهم، واجعلهم من أهل الصف الأول في الصلاة، واجعلهم من أهل الصيام والقيام. اللهم تولهم أجمعين. ربي من بين الحاضرين من تردد عن التوبة من التدخين، ربي فافتح على قلبه ولا تخرجه من هذا الباب إلا وقد تاب. اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، وارفع قدره، يسر أمره، اشرح صدره، اعلي ذكره. ربي إن الشيطان منعه أن يرفع يده، فارفع له ذكره، وارفع له قلبه، واجعله وقلب قلبه على لا إله إلا الله، فلا يدخن بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم. إسلام وين إسلام وين إسلام وين إسلام وين